إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ولماذا ربنا؟ لأن الرب هو السيد، هو الملك، هو المالك، هو الخالق والمدبر والمعطي والمانع والقائم بشؤون الخلق. ومن المقصود بقوله من تدخل النار فقد أخزيته؟ المقصود بذلك الكفار الذين يدخلون النار دخولا أبديا لا رجوع فيه. وبذلك يصل إلينا المعنى المقصود، ربنا إنك من تدخل النار من الكفار فقد أهنته وفضحته على رؤوس الأشهاد، وذلك هو الخزي الحقيقي وشتان بين خزي الدنيا وخزي الآخرة. وما للظالمين من أنصار. والظلم المقصود في الآية الكريمة هو ظلم الكفر وظلم النفس وظلم الغير. وأنصار جمع مفردها نصير، والنصير هو المجير والدافع لعقاب الله والمنقذ من عذاب الله. والآن بعد أن استوعبنا معنى الآية الكريمة ننظر إلى طائفة من الخوارج تمسكت بالمعنى الظاهري للآية وقالوا من أدخل النار ينبغي ألا يكون مؤمنا لقوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. والله عز وجل يقول في سورة التحريم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ونقول لهم مستعينين بالله هذا القول مردود. قال سعيد بن المسيب هذه خاصة لمن لا يخرج منها، أما المؤمنون فمنهم من أصاب ذنبا أو ارتكب كبيرة في الدنيا فأخذهم الله بها فأدخلهم النار ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق به. نسأل الله العافية والسلامة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين